نفتح هذا الملف مع الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول. حضرة اللواء مساء الخير. نتحدث أولا عن الطارمية، وتبدو أن الكثير من العمليات التي خاضتها القوات الأمنية في هذه المنطقة لم تنهي وجود الدواعش. ما الذي نحتاجه حتى نتحدث عن منطقة خالية من الدواعش؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولفاطمة المشاهدين. أعطى فرصة لبقايا هذه الفلول أن تستغل هذه المناطق الفارغة. نعتمد بشكل كبير على الجهد الاستخباراتي، معركتنا هي معركة استخبارات، لهذا نركز على العمليات النوعية والاستباقية. وأيضا في بعض الأحيان نستخدم الضربات الجوية من خلال طائرات F-16 أو طيران الجيش العراقي. والأهم من هذا كل، اليوم هناك تعاون كبير من أهالي طارمية، المواطنين يعون خطورة ما تبقى من هذه الفلول الإرهابية، لهذا هناك تعاون كبير وهناك معلومات قيمة وكبيرة تعطى من المواطن للأجهزة الأمنية والقوات العسكرية الموجودة في مناطق شمال بغداد. طيب، يعني رغم كل هذه الجهود إن كانت عسكرية أمنية استخبارية، وأنت تفضلت أيضا بالحديث أن هنالك جهد من قبل المواطنين هناك، لكن البعض يتحدث أن هذه المنطقة لم تخلو من الإرهابيين حتى اللحظة. يعني إضافة إلى موضوع الطبيعة الجغرافية التي تحدثت بها، هنالك ربما عدم وجود تعاون من قبل المواطنين بشكل فعال بشكل كامل، لذلك لم تخلو حتى الآن من موضوع الإرهاب والداعش. أنا أعتقد لا، بالعكس، اليوم المواطن خاصة في مناطق شمال بغداد، شوف المواطن يوم يريد يعيش، أولا مناطق شمال بغداد منطقة الطارمية تعتبر سلة بغداد الغذائية. أكيد، نعم. واليوم المواطن بحاجة أن يعيش وأن يمارس حياته بشكل طبيعي وآمن. اليوم هناك جسور ثقة كبيرة، وهناك تعاون كبير مع القوات الماسكة الأرض العسكرية والأجهزة الاستخباراتية، لهذا نرى أن هناك رفض بمعلومات قيمة عن عصابات داعش الإرهابية ووقاية هذه الفلول. الطبيعة الجغرافية، طبعا عصابات داعش ووقاية الفلول هي ليست بالأعداد الكبيرة، ممكن أن تكون مفارز مفرزة أو مفرزتين من 3 إلى 6 في بعض الأحيان، تقوم بعملية زرع عبو هنا أو إطلاق نار مباشر أو استهداف مواطنين، لهذا علينا أنه نتعاون وننظف كل هذه المناطق وإعادة الانفتاح وعمليات مسك الأرض. هذا يأتي أيضا من خلال قيادة العمليات المشتركة بعد أن وضعت خطط واستراتيجية جديدة بعمليات الانفتاح وعمليات مسك الأرض وعمليات المطاردة والملاحقة. الآن احنا نعمل على تنظيف بقايا هذه الفلول. حققنا النصر العسكري، طردنا عصابات داعش خارج الحدود، ما نعمل عليه هو استئصال بقايا هذه الفلول. لهذا نركز بعملنا، وهذا بتوجيه قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة، على تكثيف الجهد الاستخباراتي وتوحيد الجهد الاستخباراتي والقيام بعمليات نوعية واستباقية. طيب، هذه المفارز حضرة اللواء التي تمارس الإرهاب في هذه المنطقة من داخل الطارمية أم تأتي من خارج هذه المنطقة؟ أكيد هناك رفض من المواطنين في مناطق الطارمية، لكن ممكن أن تكون هناك عمليات تسلل، تعرف الطبيعة الجغرافية نهر دجلة، هناك منطقة الطارمية حدها ديالة وصلاح الدين، ممكن أن يكون تسلل من هذه الأصابات لهذه المنطقة، لهذا نرى أن هناك رفض اليوم من أهالي الطارمية. الضربات اللي نفذناها، العمليات النوعية حقيقة أيضا أسهمت بإضعاف قدرات هذا التنظيم الإرهابي وبقايا فلو، وهو يعاني بشكل كبير حتى في موضوع الدعم اللوجستي. يعني أنت عندما تستهدف مضافة يوجد فيها مخازن للأعتاد أو الأسلحة أو الدعم اللوجستي لما يحتاجه هذه الأصابات، هو يكون ضعيف جدا. وأن تستمر بعملية المطاردة أكيد راح يكون هناك انكسار لبقايا هذه الفلول وضربات موجعة. وقبل أيام كانت أيضا عملية نوعية استطعنا من قتل أحد العناصر الإرهابية في هذه المنطقة، وقبلها أيضا كانت عمليات واستطعنا من قتل عدد من الإرهابيين. إذن هذا يؤكد اليوم أنه الجهد الاستخباراتي حاضر، العمليات النوعية، عمليات المطاردة الملاحقة. طيب، وفي النهاية عندما يعاد الانفتاح وعمليات مسك الأرض أكيد بعد أن تطهر وتمسك سيكون لا مجال لهذه البقايا من التواجد في منطقة. طيب، الطارمية. حتى نمنع تسلل الإرهابيين من مناطق أخرى إلى الطارمية، هل نحتاج إلى غلق هذه المنطقة أمنيا؟ لا، بالعكس، هو اليوم شوف، إعادة انفتاح ممكن أنه في بعض المناطق الحدود الفاصلة أو النهايات الفاصلة، هذه عندما تعالج بشكل جيد عملية اليوم المحاور اللي انطلقت وعملية التنظيف، رفع العبوات الناسفة، استهداف هذه البقايا، إعادة انفتاح القطاعات وعمليات مسك الأرض، أكيد هذا سيسهم بإضعاف قدرة هذا التنظيم الإرهابي. وأيضا احنا شوف في هذه المناطق لدينا حتى موضوع آخر، وموضوع التكنولوجيا احنا نستخدمها، لدينا طائرات مسيرة، لدينا كاميرات حرارية. إعادة الانفتاح، عمليات مسك الأرض، توزيع انفتاح القطاعات بشكل جيد يمنع تسلل
هذه الاصابات الارهابيه. وانت في نفس الوقت اذا شفت تنطلق عمليه مثلا في شمال بغداد في الطارميه، هناك عمليه تنطلق في صلاح الدين او في ديالى، واللي ضرب هذه البقايا واستهدافها لغرض من هو انهائها واستئصالها بشكل مستمر. خلال هذه الفتره يعني احتاجينا دور لطيران الجيش لضرب اوكار داعشيه تتعلق بالصعوبه الجغرافيه حضرتك. ممكن في بعض الاحيان طيران الجيش، طيران الجيش وطيران اسناد قريب، وهذا الطيران حقيقة أدى دور كبير وفعال سواء في عمليات التحرير أو حتى الآن في بعض المناطق اللي ممكن أن نستهدفها بضربات من خلال طيران الجيش العراقي. طيب ماذا بشأن مناطق جنوب وجنوب غرب كركوك والتي أيضا تشكل منطقة رخوة وتهديد من قبل داعش؟ هل هنالك خطط مستقبلية لتطهير هذه المناطق بشكل كامل من تهديد داعش؟ أكيد احنا طبعا مستمرين في مناطق جنوب كركوك وجنوب غرب كركوك، وحقيقة قيادة العمليات المشتركة المتمثلة بالسيد نائب قائد العمليات واليوم أيضا كان هو متواجد في كركوك ويطلع على الوضع الأمني والعمليات النوعية والسباقية التي تنفذ. لدينا مناطق أيضا طبيعة الجغرافية تختلف في بعض الأحيان، مساحات مفتوحة، مناطق زراعية، سلاسل جبلية. حددنا أوكار وفق الجهد الاستخباراتي والمعلومات الاستخباراتية، ونفذنا العديد من الضربات حقيقة وكانت مثمرة هذه الضربات منذ فترة، ونحن نستخدم طيران القوة الجوية العراقية البطل باستهداف هذه البقايا سواء في المناطق المفتوحة أو في السلاسل الجبلية. تعرفين في ناحية الرياض بالتحديد، نعم في هذه السلاسل الجبلية ممكن أن يحاول هذه الأصابات أن تختبئ في هذا المكان، لكن رسالتنا واضحة أنه لا مكان سيكون آمن لهذه الأصابات الإرهابية سواء بعمليات نوعية، عمليات واسعة مطاردة، عمليات إنزال بقوات محمولة جوا أو بضربات جوية مدعومة بالجهد الاستخباراتي. أؤكد على هذه النقطة، معركتنا هي معركة استخبارات. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.